يرحل الإنسان ويبقى أثره، إن خيرا أو شرا فهو يختار. والاختيار بالنسبة للداعية علي بوناب كان محبة الناس وكسب قلوبهم من خلال عمل إنساني بغير حدود. عزيز وعزيز على قلوبنا الأخ بوناب بوفاته يوم أمس من هذا المنبر الموقر نترحم عليه، الرجل الطيب، الرجل ذو همة، صاحب خير على اليتامى، ونعرفه منذ القدم، كان أخا لنا في العمل الخيري والعمل التطوعي. الداعية الجزائري علي بوناب رحل عن هذه الدنيا بعد صراع طويل مع المرض، كان من أبرز رواد العمل الخيري إلى أن سمي بأبي الأيتام. المرحوم أنه كان عضو أساسي في العمل الخيري في الجزائر، وأعمدة من أعمدة الخير في الجزائر، كما نذكره بخير ونشهد أنه كان لا يتوانى في الخير في كل البلديات كل الولايات. أعمدة من أعمدة العمل الخيري وهو الشيخ علي بوناب رحمة الله عليه. لولا نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الفريقين، الله إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبلها إن شاء الله، يكون من الصالحين والشهداء إن شاء الله. دولة بشهادة خير، كان إنسان مولى خير وكان يسعى دائما وراء الخير. علي بوناب من رموز العمل الإنساني في الجزائر، يرحل اليوم تاركا رسالته الداعية إلى عمل الخير بغير حساب أو انتظار الشكر.